الآن إهداء للشيخ صالح بن أحمد الخبشه الحارثي لكل جديد في يا هاجسي مفاك شيخ الدواهي صالح بن أحمد من يحل النوايب تخرج مدح عمي تراصيته بكل اتجاهي شيخ يشيل الثقل للاشهايب شيخ يشيل الثقل للاشهايب يا هاجي زي ما الفاك شيخ الدواهي صالح بن احمد من يحل النوايب عذب دراسته بكل اتجاهي شيخ يشيل الثقل للاشهايب دخل على وجهك ووجهي وجاهي ويا عم من ينصاك ما يعود خايف عطني لدوم باب تقدير زاهي بجد درار اليوم جامع الحبايب كبر في قدرك ولف على راهي اكبر من اللي صير حل المصايب دين وثقاف وعرف بالحق لاهي وبيتك عمار الجود ضاء نون جايب اهل البغض والقيت شد انتباهي اكسر ظهرهم بالعفو وانت طايب جيتك وانا ندمان وكل انتزاهي ترى الحب الفوق ينو خركايب يا هاجي زي ما الفاك شيخ الدواهي صالح بن احمد من يحل النوايب عم دراسته بكل اتجاهي شيخ يشيل الدخل لا شهايب دخل على وجهك بوجهي وجاهي ويا عم من ينصاك ما يعود خايب عطري لدوم باب تقدير زاهي بدل ترى اليوم جامع الحبايب كبر في قدرك ولف على راهي اكبر من اللي صير حل المصايب دين وثقاف وعرف بالحق لاهي وبيتك عمار الجود ضاء نون جايب اهل البغض والقيت شد انتباهي اكسر ظهرهم بالعفو وانت طايب جيتك وانا ندمان وكل انتزاهي ترى الحمل فوق ينوخ الركايب في عالم الصوتيات ليس الوحيدون ولكن